أمل تحقق مع دخول الطفل غفران مركز صديق الطفل بمدينة جرابلس. فقدت غفران السمع والنطق منذ الصغر، وزادت ظروف الحصار التي عاشتها في حمص من معاناتها. تقول والدة غفران أن حالها اليوم بات أفضل بكثير بعد تلقيها الرعاية المناسبة في المركز الذي أنشأته منظمة إحسان للإغاثة والتنمية. اكتشفت أنها بتسمع كان عمرها 5 سنين. وقت اكتشفت أنها بتسمع نحن كنا بحالة حرب وحصار ونقص بالمواد الطبية، وما في كان مدارس ولا كان في علم ولا أي شيء من هالاهتمامات هاي بأسباب الحرب. ونحن ما كان عندنا يعني استطاعة كمان أنه نقدر نعالجها. غفران أصبحت الآن تسمع محيطها وتشارك معه فيما تستطيع من نطق وسمع، كما أصبحت تترجم ما تريد إيصاله إلى الأشخاص على ورق ليكون طريقها عوضا عن النطق إن واجهت صعوبة. كل ذلك تحت إشراف فريق إدارة الحالة في مركز صديق الطفل بمدينة جرابلس. رصد الحالي ثم التقييم الشامل للحالي ووضع خطة مشتركة مع الأهل والطفل. بداية بلشنا بالجانب الصحي، تم عرض الطفل على طبيب أذنية، تبين أنه عنده نقص سمع بنسبة 80 ديسيبل. تم تفصيل سماعة طبية للطفل، وتم عرضه على أخصائي سمع. أخصائي السمع قرر أنه بحاجة لجلسات نطق. جلسات النطق بالنسبة لمخارج الحروف الصوتية ونهاية الكلمات هي اللي بحاجة غفران. كمان تم عرضها على طبيب عينية، قرر العملية للحول وتصحيح نظر. عملنا العملية الحمد لله وتم تحسن حالتها الصحية. كمان عملنا لها إحالة، كمان الجانب التعليمي عملنا لها إحالة لمدرسة، تم العمل مع المدرسة ومع معلمتها على تحسين وضعها التعليمي. تركيب السماعة والعمل على النطق وإجراء عملية لعيون غفران اللتان كانتا تعانيان من مشاكل في النظر، بالإضافة لمتابعة حالتها، جهد بذلته منظمة إحسان ضمن مركز صديق الطفل، مركز أكد استعداده لاستقبال مثل هذه الحالات ومساعدتها ليتم شفاؤها بشكل كامل. حالات عديدة تشبه حالة غفران لم تصل إليها المنظمات بعد، فهل ستنجح هذه المنظمات من تحسين واقع الحالات الإنسانية وتعزيز قدراتها لتنخرط في المجتمع وتمارس حياتها بشكل طبيعي؟ بدر كجك، قناة حلب اليوم، مدينة جرابلس.